استاندار کربلای معلا آقای نصیف الخطابی از پایان آمادگی های اولیه جهت استقبال از زائران حسینی در دهه اول محرم خبر داد و طی نشستی خبری که به همین منظور ترتیب داده شده بود گفت استان کربلای معلا به شکل کامل و از لحاظ بهداشتی، خدماتی و امنیتی آماده پذیرایی از زائران عاشورایی می باشد و در همین راستا برنامه های متفاوتی نسبت به سالهای قبل از حیث ورود و خروج بی‌دردسر زائران حسینی و کاهش ایستهای بازرسی و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد. ادامه صحبت‌های استاندار کربلای معلا را از زبان ایشان بشنویم. انا بهذا المكان في هذا اليوم نؤكد استعداد محافظة كربلاء المقدسة الإدارة الخدمية القوات الأمنية وكذلك كل أهالي كربلاء وهيئاتها ومواكبها الحسينية مستعدين لاستقبال كل زوار الإمام الحسين ضيوف الإمام الحسين عليه السلام وزواره والمعزين من كل أرجاء العالم ومن كل أرجاء البلد العزيز بلدنا عراقنا الأبي من كل محافظاتنا من كل الدول الشقيقة والصديقة طبعا مستعدين لاستقبالهم وتقديم الخدمات إليهم ومحافظتنا مستعدة لاستقبال الزوار وإن شاء الله يقدمون إلى مدينة سيد الشهداء وأخيه فضل العباس يؤدون الزيارة والعزاء ويلقون كما هم دائما من أهالي كربلاء كل الترحاب وكل الضيافة وكل سنتصدى بحزم لكل من يحاول أن يعكر صفو الزيارة أو يعبث بقضية الإمام الحسين عليه السلام بأي طريقة كانت. هذا واحد. اثنين، ستشهد هذه الزيارة استخدام فعال لمنظومة الأمن الإلكترونية التي وفقنا في محافظة كربلاء المقدسة بتنصيب مئات الكاميرات الذكية في كل أرجاء المحافظة، وبذلك أي عمل سيكون مرصود ومتابع بشكل واضح ولن يفلت أبدا من القانون أي عمل مخل بالزيارة أقصد.